وزارة الصحة تبعت برسائل انتهاء جواز التلقيح للمغاربة. شرعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في إرسال رسائل نصية إلى العديد من المغاربة من أجل إخبارهم بانتهاء صلاحية جوازاتهم الصحية التي تعتبر وثيقة إجبارية لولوج الأماكن العامة. وتوصل العديد من المواطنين كذلك برسائل نصية تعلمهم بضرورة التوجه إلى مراكز التلقيح من أجل الحصول على الجرعة الثالثة ضد فيروس كورونا المستجد. وتعرف جل مراكز التلقيح خلال الأيام الأخيرة تراجعا في الإقبال خاصة لدى أصحاب الجرعة الثالثة، الأمر الذي دفع وزارة الصحة وأعضاء اللجنة العلمية بتوجيه دعوات إلى المغاربة بعدم اكتراث للشائعات وتلقي اللقاحات كإجراء وقائي لحماية من سلالة أوميكرون الجديدة. وخلف ظهور سلالة متحور جديدة أوميكرون حالة من الاستفار لدى جميع بلدان العالم من بينها المغرب التي قامت بتعليق الرحلات مع جل الدول كإجراء وقائي لحماية المواطنين وتجنب موجة جديدة.